المشاهدين الكرام ينطلق الشوط الثالث للجناح البكار. تنقل الكلمة مباشرة إلى زميل محمد مبريك المري ليتواصل معكم بالتعليق على مجريات الشوط القادم. شكرا سعد وعلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة أيها الأعزاء، ما زالت الانطلاقات متواصلة من هنا من ميدان التحدي، وانطلق قبل قليل الشوط الثاني للجداع بكار والثالث من مجموع أشواط هذه الفترة المسائية المفتوحة. الأشواط المفتوحة تنطلق وبداية الكايدة، وهذا هو شعار منحاف، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني الفائز بالشوط الأول الرئيسي، وكذلك التوقيت المميز 7:45، 24 جزء من الثانية. ننتقل انتقالة إلى المركز الثاني، أيضا مره الكايدة من تحتل المركز الأول سالم بن فاران المري، وتليها في المركز الثاني أيضا نفس الشعار قطنة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأيضا مرها فهد بن سيف الخيارين. ننتقل انتقاله إلى المركز الثالث ومنصورة لحمد بن علي بن جرحب المري، تحتل منصورة المركز الثالث. ننتقل انتقاله إلى المركز الرابع ومن تلي منصورة غزالة لجابر بن حمد بن مسعود المري، ونقل على خامس المراكز أو إلى المركز الخامس. هناك فتنة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويضمرها سالم بن فاران المري. هذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى، أذعناها على مسامعكم كاملة مكملة، والكايدة تقود المسيرة، والكايدة تقود دفة الأمور وتدير دفة الأمور، وأيضا تسيطر على زمام الأمور وتسير على خطى منحاف من فازت في الشوط الأول بفارق كبير عن بقية المراكز. وللمعلومة لم تصدر عليها أوامر صاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا المساء، يعود هذا الشعار ولكن على ظهر الكايدة، وتعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمرها سالم بن فاران المري. تليها في المركز الثاني نفس الشعار على ظهر قطنة، ولكن مع اختلاف التضمير قطنة تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويضمرها فهد بن سيف البوسعيد الخيارين. ونقلة إلى المركز الثالث أيضا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وسيطرة من شعار سعادة الشيخ القعقاع على الثلاث المراكز الأولى المتقدمة، وسيطرة واضحة اللي يضمرها من تحتل المركز الثالث فتنة سالم بن فاران المري. ونواصل بالإذاعة وننتقل انتقاله للمركز الرابع. الله الله الله، أيضا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني يتسلل لينتزع المركز الرابع على ظهر الشحانية في ميدان الشحانية، وعبر الهواء مباشرة يأتيكم هذا النقل الحي والمباشر. الشحانية تعود ملكيتها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، أيضا يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. وننتقل انتقاله إلى المركز الخامس، وهذه غزالة لجابر بن حمد بن مسعود، وانتظروا الأسماء التي أراها بالعين المجردة لم تدخل إلى عالم النداء والإذاعة. يا سلام، أربع مراكز يسيطر عليها سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ولكن دخول على خامس المراكز من الشاهينية ضيفة الميدان في هذا المساء، وهذا أيضا شعار الطائف من فاز بالشوط الأول الرئيسي للجذاع قعدان. وهذه أيها الأخوة الشاهينية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ويضمرها يضمر الشاهينية راشد
بن بعيران المري وهذه النتيجة. ولكن شعار سعادة الشيخ القعقاع يسيطر تمام السيطرة ويفرض السيطرة، و1500 متر وتنطلق الكايدة أو فتنة 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 تنطلق أيها الأخوة أيها الأعزاء، ولم تصدر عليها أوامر. يا سلام، الله يا فتنة، الله يا الكايدة، الله يا قطنة، الله يا الشحانية، الله يا الرباعية، رباعية ممتازة. شعار سعادة الشيخ القعقاع ينافس نفسه بنفسه في هذا المساء، ونشارف على الكيلو المتر الأخير. الله الله والخطير. يا سلام يا فتنة، الله يا فتنة، بقيادة سالم بن فهران المري تسيطر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، وأيضا تحرك من قبل قطنة، قطنة تتحرك من الجانب الأيمن وتنطلق في هذه اللحظات. قادرنا الكيلو متر الأخير، وهذا هو كيلو العمليات. قطنة قطنة، الله الله، قطنة أيها الأخوة أيها الأعزاء، تنطلق وتقود هذا السرب من شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. قيادة حكيمة وقيادة موفقة، نتمنى لهذا الشعار مزيد من التوفيق والتقدم المستمر في ظل رعاية سيدي سمو أمير البلاد المفدى، ومتابعة كريمة من سمو ولي العهد الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، من يشرفنا بالحضور في هذا المساء. وهذه أجمل هدية لسمو سيدي، هذه قطنة تنطلق أيها الأخوة أيها الأعزاء، انطلاقة ممتازة وأوامر طفيفة فقط لا غير، أوامر طفيفة. تليها في المركز الثاني فتنة وأيضا الكايدة، وتعود ملكيتها جميعا لسمو لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الرابع وصول من الشاهينية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي، ولكن خلاص خلاص حسمت الأمور للمرة الثانية على التوالي قطنة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ومضمرها فهد بن سيف الخيارين. مشكور يا أبو سيف، مشكور على ما وصلت إليه قطنة من هذا المستوى العالي والراقي. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على فوزه بالثلاث المراكز المتقدمة في هذا الشوط. المركز الرابع الشاهينية لسمو لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. المركز الخامس، أعطوني الخامسة. المركز الخامس نشبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهذه النتيجة أيها الأخوة أيها الأعزاء للخمس المتقدمة الأولى، أذعناها كاملة مكملة، وتشاهدون لحظات وصول قطنة إلى خط النهاية قاطعة مسافة الخمسة كيلومترات في توقيت زمني ممتاز، 7 دقائق 56 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني موصولة لفهد بن سيف الخيارين. المركز الثاني الكايدة قطعت المسافة في 7 دقائق 56 ثانية 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني موصولة لسالم بن فهران المري. المركز الثالث احتلت فتنة وقطعت المسافة في 7 دقائق 57 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة.